اكيد زي ما انت بتتكلم، يعني امبارح مباراة بتشير لوجود يمكن يعني عزيمة كبيرة لريال مدريد، لكن خلينا، هل مباراة امبارح خلاص بتفتح الطريق لوجود ريال مدريد لأبعد نقطة رغم وجود فرق كبيرة جدا؟ بنتكلم على ليفربول، بنتكلم على السيتي، بنتكلم كمان على تشيلسي. هل المباراة امبارح هي النقطة الفاصلة لفعلا تحديد او وجود ريال مدريد او الفوز ريال مدريد بهذه البطولة؟ دعني أتحدث بكامل خبرتي. لقد كنت في ريال مدريد لحقبة أكثر من 3 سنوات، شاهدت أشياء كثيرة وشاهدت وقمت بجلب العديد من اللاعبين من أجل الفوز بالبطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن للأسف لم أنجح في ذلك. ومن خلال قناة الأهلي قمت بالتعاقد مع فانيسا روي وروبن، ولا أتذكر، قمت بالتعاقد مع 18 لاعب، وكنت قريب من التعاقد مع كريستيانو رونالدو من أجل ذلك، لكن للأسف كانت لدينا أزمة اقتصادية. ولهذا لم أقم بالتعاقد مع ريال مدريد، لكن أنا أريد من خلال قناة الأهلي أن أحيي الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد لأنه فاز بخمسة أبطال أوروبا، وهذا أمور صعبة يصعب على أي نادي تحقيق عدد هذه البطولات. أنتم تعلمون قيمة ذلك لأن الأهلي فريق كبير وفاز أيضا بالعديد من البطولات القارية، ولكن أنا أتوقع أن إذا كان ريال مدريد في المستوى هذا في كل المباريات القادمة سيفوز باللقب.